بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله. أخوك المهندس خالد محمد أمين مدير إدارة المفرشات، طبعا المدير العام بتاعنا الدكتور أحمد المزين رحمه الله، ربنا يرحمه ويحسن إليه. كان مش المدير العام وبس، لا ده كان الأخ الأكبر لينا والمعلم لينا وأخونا الكبير اللي كنا بنرجع له في كل حاجة وبنستفاد من علمه. طبعا احنا فوجئنا بالوفاة يوم الجمعة، طبعا كان صعق علينا والله العظيم. احنا كان عندنا امل في الشفاء ورجع لنا بالسلامة. يمكن كانت اخر مرة بتصل بيهم الاثنين اللي فات نتكلم وبنتشاور مع بعض في الشغل ونعمل يا ريس مش عارف يعني. احنا لغاية دلوقتي ماشيين على نهج وعلى طريقته، ربنا يرحمه ويحسن اليه. كان عاوز يعمل دكتور احمد المزين كان عاوز، واحنا كنا عاملين خطة وكان رسم لنا خطة من الاول على اساس ان احنا نرفع انتاجيه المفرخات او بمعنى اصح نضعفها، وربنا يقدرنا ونمشي على النهج والطريقه اللي كان هو عايز تمشي بيها الاداره. بس كلنا نقدر نقول ربنا يرحمه ويحسن اليه ويعوضنا خيرها. ايمن الدبلداش محمد نادي شرف، مدير عام المزارع الحكوميه. يوسفني ان انا تلقيت نبأ وفاة المهندس احمد المزين، وهو من الرجال المخلصين وذوي العلم والخلق. يعني اتمنى ان الله سبحانه وتعالى اذا كان لي وجهة طيبة عند الله سبحانه وتعالى ان اتغمده برحمته واجعله بجناته يا رب العالمين. طبعا احنا مش بنعزيه، لكن احنا بنديله قدره. ربما في ناس كتير ما يعرفوش ان هو احد اعمده الهيئه في علم الاسماك عامه، ورجل فاضل وعمره ما غلب في حد، واحنا اتعلمنا منه كتير. لكن ده امر الله سبحانه وتعالى نفذ، ربنا يرحمه يذوق خيرا في الدنيا والاخره ان شاء الله. مجال التقدير في الثروه السمكيه كان ليه اتجاهات في التطوير بالنسبه للثروه السمكيه؟ طبعا، وهو كان واحد من الملمين بعلم الاستزراع البحري بسبب خبرته في هذا المجال، وكنا بنرجع له كتير في حته الاستزراع البحري، لان هو زي ما قلت لحضرتك كان ليه باع كبير في هذا الموضوع. لكن سبحان الله تعالى، برضه كان واحد من الجروب او مجموعه العمل اللي تفضلت بالخروج الى افريقيا لماده افريقيا بالخبرات المصريه في مجال انشاء المزارع السمكيه، وقد قبل بلاء حسنا في هذا الموضوع في كذا دولة أفريقية. كان لي آراء جيدة وسديدة في هذا المشروع بالذات يعني. ويكفي إن هو كان ناس كتيرة بترجع له لما بتستشيره حاجة يسأل غير واحد وهو يجاوب عليها حسن خلق، وما كانش يزعل حد ولا كان في منه
بتطلع يعني مجرد لفظ يخدش لأي واحد بيقصده على خير يعني. لكن الدنيا لله بقى مش عارف الدنيا لله الله يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مهندس حسن زكي حسن مدير اداره الزريعه. والله اولا افضل الدكتور احمد نمره واحد. الدكتور احمد هو صاحب الفضل عليا من اول ما دخل الاداره بصراحه. هو صاحب علم غزير بالنسبه للاسماك والهيئه ما قدرتش ان هي تستفيد بيه. بالنسبه لفضله عليا هو بصراحة يعني اختارني لان انا اكون مدير لادارة الزريعة وهو تبناني وقعد برضك يعني كان ليه ارشاداته في الاول ليا على اساس فن الادارة وفن العمل في الزريعة وطريقة العمل. بالنسبة هو ما قدرتش الهيئة برضك استفيد بمستوى العلم اللي هو كان عليه وانه ياخد فرصة اكبر بانه يطور في الاسماك بالنسبة للهيئة. بالنسبة لنا احنا هنا كادارة احنا افتقدنا في بوفاته دي افتقدنا الدكتور احمد كاخ اكبر كعنده فن في الادارة كعنده علم بالنسبة للاسماك يعني احنا اللي نتعزى فيه مش احنا اللي نروح نعزي فيه. احنا فوجئنا بالوفاة برضك يوم الجمعة وما قدرناش برضك نقوم بالواجب اللازم. بس احنا هنا بنستقبل فيه هو العزاء بصراحة وكل الزملاء بيتصلوا بينا بيعزونا في الدكتور احمد ويعني بيواسونا في وفاته هو وربنا هو المعوض. شكرا. الإدارة العامة للمفارقات والسريعة الدكتور أحمد كان بمسار بتلاقي قبل ما هو مدير بالنسبة يعني مش غالب نقول لأولاده إيه يعني بقاء لله و... استفدت منه إيه في الإدارة هنا؟ يعني هو اللي علمنا موضوع التفريخ وهو مدربنا عليه في المواقع وفي التفريخ الاسماك اذا الله ولا بحرية او بحرية والاسماك العزبة كان بيعتبر لنا بمثابة والد يعني مش موضوع مدير المهندس بعمل تحت يصبر اهله يصبرنا جميعا. تعلمنا منه حاجات كتير فعلا. كان انسان
ربنا يرحمه. مهندس علي طلع الصديق دكتور مفرد بن سوق السمك. دكتور احمد كان شخصيه محترمه، علمنا حاجات كتيره بالانضباط في العمل والمواعيد، الواحد راعي ربنا في العمل بتاعه. يعني كنا بنعرف منه برضه حاجات كتيره في التفريغ، الاساليب الجيده في التفريغ اللي هو كان عارفها، وساعد ناس كتير يعني الحمد لله. وكان شخصيه محترمه، راجل محترم. يعني حضرنا معاه دورات في السليبيشن كتيره، علمنا منه حاجات كتيره، وتعلمنا منه جديد في التفريغ كده. هو كان راجل محترم يعني، كان بيراعي ربنا في شغله وفي كل حاجة بيعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. كل اللي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. في الحقيقة الدكتور أحمد بن زين مفيش أي كلام ممكن يتقال يوصف مدى العلاقة الطيبة اللي كانت بيه. وهو كان نعم الأب ونعم المدير والأخ الكبير. مفيش أي كلمات الواحد ممكن يلاقيها يوصف بيها كبير والحزن اللي موجود بداخلنا بعد خبر وفاته. هو يمكن من أكتر الحاجات اللي ممكن يتوصف بيها هي أنه كان لا يبخل بأي معلومة يملكها عن أي حد، ويمكن دي حاجة بتميزه عن أي حد موجود عندنا. نسأل ربنا أنه يتغمده برحمته والبقاء لله. بسم الله الرحمن الرحيم. مدام سمية أحمد نصار، مدير إدارة التغذية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. أنا بنعي الأستاذ الدكتور أحمد بن زين، مدير عام للأرخات، لأنه بتمنى له الرحمة والمغفرة وأرواح أولاده وأسرته الصبر والسلوان. أنا كنت من المقربين في التعامل في العمل بالنسبة للدكتور أحمد وحضور المؤتمرات والدورات، وكل ما أقدر أقول إن هو كان كنز معرفة وعلم وبساطة إلى أقصى ما نستطيع أن نقول. وكلمة البساطة دي كلمة يعني أقدر إن أنا أكون يعني أتك عليها قوي، لأنه هو متباسط في تعامله مع كافة الموظفين صغيرين وكبار. وكنا بنشعر فعلا إنه هو الأخ اللي نقدر إن إحنا نلجأ له في جميع مشاكل العمل. فعلا كان بيحلها لنا بطريقة سلسة وجميلة وبسيطة، وبطريقة تحببنا فعلا للعمل والاجتهاد. أنا بنعيه، أتمنى إن ربنا يسكنه فسيح جناته، وإنه يكون ده في ميزان حسناته وكل الأعمال الجميلة والكلمات الطيبة اللي كان بيتعامل بيها معانا تكون في ميزان حسناته إن شاء الله. كان عاوز يعمل إيه في الهيئة؟ التطوير اللي هو عاوز يعمله، أو كان نفسه يحقق إيه في الهيئة؟ الحقيقة هو كانت كبيرة جدا. أنا ما شفتش عمل إلا كان بيبدي في رأيه، وفعلا بدون ما يطلب منه. او انا في مجال شغلي كنت يعني بعرض عليه مشاكل قد تكون بعيده عن المجال اللي هو فيه، لكن هو كان دايما بيساعدني ويدي النصيحه بلا مقابل، بل بحب وصدق وامانه. وهو ده اللي احنا عايزين نكون فيه ونبتسم فيه في المراحل اللي جايه في شغلنا ان شاء الله.